نقولهم بسرعه. يلا نقول توب 5، نروح للتوب 5 اللي هم احدث خمس اغاني اللي محققين اعلى نسب مشاهده على موقع يوتيوب. المركز الخامس اغنيه بنت اكابر للفنانه اصاله، حققت اكثر من 5 مليون مشاهده في 5 ايام. اما المركز الرابع اغنيه ملعون ابو العشق للفنانه نجوى كرم، واللي حققت 5 مليون مشاهده في 5 ايام. اوكي. والمركز الثالث اغنيه ما اقدرش على النسيان للفنانه عمرو دياب، واللي حققت 5 مليون مشاهده في اسبوع واحد. والمركز الثاني اغنيه قولوا له سماح للفنان تامر عاشور، واللي حققت 4 مليون مشاهده في 3 اسابيع. المركز الاول اغنيه كان لك معايا لفريق كايروكي، واللي حققت 7 مليون مشاهده في 3 اسابيع. اوكي. ومن هنا خلصنا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، ممكن اخد بيضه وانا مروحه؟ طبعا خدي السبت. الولاد هيبسطوا قوي قوي، هتوفر عليا بقى الوان. خلي بالك ده ني مش مسلوق. انا سلوق. ده بيتغسل على فكره، يبقى زي الفل. ميرسي ليكي. كل سنه وانت طيبه. احسن معاك اغنيه حلوه قوي، دقوا شماسي بمناسبه الشماسي دي كلها. يلا ندق. بشكرك نهاية سمير على وجودك معانا النهارده.